فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معشر الحاضرين، معشر السادة الحجاج، أهلا وسهلا بكم. أولا أهنئكم بأن استجاب الله لدعائكم وأنه دعاكم لزيارته. الحجاج يسمون ضيوف الرحمة، إن الله عز وجل دعاكم لبيته، بيته العتيق. ومن دعاه الله لبيته فهو لا بد أقل ما يقال، أقل ما يقال عنه أنه تشريف ليس له قيمته. لو دعانا أحد في الدنيا له مال وجاه كنا قد سررنا سرورا كبيرا، لكن دعانا الله الخالق فهذا أمر والحمد لله قدوة كبيرة وتشريف كبير. فيجب علينا بقدر ما شرفنا الله عز وجل أن نعظم دعوة الداعي وأن نمتثل لما قاله الله لنا في القرآن الكريم وما قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي تخص الحج. الحج فريضة من فرائض الإسلام كما تعلم لمن استطاع إليه سبيلا. بصفة عضو المجلس العلمي المحلي بإقليم فحص أنجرة، الحمد لله الحجاج ديالنا الميامين بإشراف المجلس العلمي بتنسيق مع المندوبية يعني ساعدوا الحجاج ديالنا بإحداث ثلاثة المراكز، مركز بجماعة جمعة ومركز بجماعة خميس أنجرة ومركز بجماعة قصر الصغير لتأطير الحجاج. والحمد لله العلماء الأفاضل قاموا بواجباتهم مع حجاجنا ديال إقليم الفحص أنجرة والحمد لله، وكانت واحد الاستفادة ولله الحمد استفادة كبيرة، وكانوا يعلمون الحجاج ديالنا بأقوالهم وأفعالهم. واليوم نتواجد بعملة إقليم الفحص أنجرة لتوديعهم إن شاء الله، وقبل أن يسلم رجال السلطة الجوازات للحجاج يعني قمنا أيضا بنصائح وتوصيات هامة، منها ينبغي لهم أن يحافظوا على يعني مناسك الحج ديالهم وخصوصا الفرائض وخصوصا الوقوف بعرفة من غدروشي، الوقوف بعرفة قبل غروب الشمس، وكما قام بعض الإخوان أيضا بتوجيهاتهم شرعية وطبية وصحية. والحمد لله كان واحد اللقاء مبارك، واختتم هذا اللقاء بالدعاء مع مولانا أمير المؤمنين حفظه الله ونصره جلالة الملك محمد السادس ومع الأسرة الملكية الشريفة، وبالرحمة والمغفرة مع الملكين الجليلين محمد الخامس والحسن الثاني، وبالرحمة والمغفرة مع جميع المسلمين. وكان اللقاء المبارك إن شاء الله عز وجل. في المغرب عند أهل المشرق معلوم عند العلماء أن معظم العلماء مصدر العلم إلى المغرب، لما حسب الله عند العلماء ذلك ليس على الوقت بأن نحسن. يعلمون أن أهل المغرب هم أهل الحفظ والتفسير والنحو والبلاغة والفقه وكل العلوم. وكان لدي متسع من الوقت ذكرت العلماء المغاربة يمكن أن أشرهم حتى كم الحاج عبد الخالق بن سليمان من حجاج إقليم فحص أنجرة. اليوم إن شاء الله كان عندنا واحد اللقاء في العملة، تسلمنا الوثائق ديالنا والحمد لله الناس المنظمين وجهوا لنا التعليمات والتوجيهات حول هذه الرحلة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يتقبل منا ونعود إن شاء الله سالمين غانمين. والشكر موجه للجنة اللي سهرت على 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 تحضير الوثائق ديالنا والرحله ديالنا المباركه ان شاء الله. انا السعوديه الحساني، اليوم جينا العماله وعطاونا الوثائق ديالنا، الله ينصر سيدنا، الله يطول في العمر بسيدنا، الله ينصر اسره عزيزه. اثنين ماشي عندي المقام ندعو مع احبابنا ومع الجيران ديالنا ومع امه محمد كامله، والله ينصر سيدنا. حجاج الميامين فقط أذكركم بثلاث أشياء. أولا المحافظة على أداء مناسك الحج.
إذن الوضوء عنده فرائض، والصلاة عنده فرائض، الحج عنده غير بعض الفرائض. ما هي؟ الإحرام والسعي بين الصفا والمروة وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة. هذه الأركان الأربعة. أنا أحمد الحمود، اليوم إن شاء الله استدعونا العمالة العاملين ديالنا، عطونا الباسبور ديالنا والفيزا ديالنا، وإن شاء الله حنا قادمون على الحج إن شاء الله، والله يبلغنا على خير ويجمعنا على خير، والله يوفقنا لأداء مناسك الحج، الله يتقبل منا ومن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم يا ربي أنصر أمير المؤمنين، اللهم يا ربي أنصره ولا تنصر عليه، اللهم يا ربي أيده الخير، اللهم يا ربي أشفه بشفائك، والحاضرين جميعا الله يحفظ البركة في الجميع، خدام ديالنا جميعا كذلك، الله يجازي معنا بأحسن الجزاء، قاموا معنا وصهروا معنا في الوثائق ديالنا، الله يجازي معنا خير الجزاء. في العمالة الله يجازيهم بخير، المسؤولين وقفوا معنا وعطاونا اللوازم ديالنا كاملين، وسيدنا الله ينصرو، الله يطول عمره، الله تعالى وتبارك يوقف معاه، وحنا الله يدينا لديك المقام ويعاوننا سيدي ربي الحبيب، وحتى نعملوا المناسك ديالنا كاملين نرجعوا عند وليداتنا بخير وعلى خير ان شاء الله، والمسؤولين الله يجازيهم بخير، الله يوقف معاهم، الله يطول عمرهم، ولهلا يحرم شي حد من ديك المقام. كما نسال ونتوجه الى الله سبحانه وتعالى ونحن بهذه المناسبه وبهذه الاجتماع المبارك ان تنصر مولانا امير المؤمنين وحامي حبل الوطن والدين جلاله محمد السادس، اللهم انصر مصر عزيزه تعز به الدين وتعلي به رايه الاسلام والمسلمين، اللهم يا رب احفظه عن يمينه وعن شماله، اللهم يا رب احفظه في حمله وترحمه، اللهم يا رب بارك له وعلى يديه، اللهم يا رب حقق مطامحه واماله، واقم الله بعينه بولي العهد بن الحسن، وانبت الله نباتا حسنا، شد الله ازره باسمه المن الرشيد، بسائر افراد اسره الملكيه الشريفه، واغفر يا رب الملكين الجليلين محمد الخامس والحسن الثاني، اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما، واغفر يا رب لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لمن قال لا اله الا الله.